إن شاء الله راح نتكلم عن أسباب الإمساك، وهو تمثيل الغذاء أحد أسباب الإمساك البطن بسبب اللا توازن في وظائف الجسم الطبيعية، مثل نقص أو زيادة إفراز القدة الدرقية تسبب إمساك في المعدة، وداء السكري ممكن يسبب إمساك في الجسم كامل، وأيضا زيادة في مستوى الكالسيوم في الدم مما يؤدي إلى إمساك، وأيضا ممكن نقص مستوى البوتاسيوم في الدم مما يؤدي إلى نوع من أنواع الخلبطة في الجسم. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.